السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة جايين لكم في شرح سلاح جديد وهو سلاح فالترو مود 8000 اف اس. تمام، سلاح ماركيتو ايطالي. تمام، سلاح من الاسلحة القوية جدا، ميد ان ايطالي. تمام، وجايين كده نشرح لكم مميزات سريعة عن السلاح وكيفية الاستخدام والتنظيف. مبدئيا كده السلاح ده خزنته 16 طلقة، تمام، واحد من الأسلحة القوية جدا جدا. الشاكوش بتاعه من النوع العادي الستاندرد اللي مش مزود بشريحة صلب، لكنه شاكوش قوي جدا ونادر لما بيحصل فيه مشاكل. بيت النار بتاعه واخد نانو، فمستحيل يحشر معاك أي طلق. تمام، الماسورة بتاعته سمكها كويس جدا جدا وبفتحة واسعة عشان تبقى شبه الحي بالظبط. تمام، السلاح ده قابل للترخيص لان هو بيتوفر عليه ادي فالترو الماركة مود 8000 الموديل العيار 9 ملي بي اي كي. تمام، ومتوفر عليه ميدن ايطالي بلد المنشأ، ومتوفر عليه السيريال نمبر، متوفر عليه كل حاجة، فبالتالي السلاح ده بيترخص. السلاح ده بيضرب فردي سحب سريع. عندنا المفتاحين اللي هنا دول مفتاحين الامان، بتنزلهم كده يبقى انت مأمن. تمام، بترفع المفتاحين يبقى انت كده هتبدأ تشتغل عادي. عندنا هنا بتنظف السلاح ازاي، بتحط هنا زيت في بيت النار، وبتحط زيت في الماسورة، تحط زيت من ورا على الشاكوش، وبتنزل الخزنة وتحط زيت في بيت الخزنة. تمام، وبعد كده بتمشي الفرشة في الخزنة وبتمشيها في بيت النار وبتمشيها في الاماكن دي عشان تزايد السلاح. عندنا هنا ده مفتاح الاجزاء اللي بيرجع الاجزاء مكانها. تمام كده انتوا عرفتوا كل حاجة في السلاح، كيفية الاستخدام وكيفية التنظيف والمعلومات السريعة اللي عن السلاح. تمام، طبعا المفتاح ده يا جماعة ملناش دعوة بيه لان ده المفتاح اللي بيفك المسدس، واحنا لو فكينا المسدس الموضوع هيبقى صعب جدا لان الاسلحة الايطالية يا جماعة بتبقى معقدة جوه من جدا، يعني بتبقى معقدة قوي من جوه، فصعب ان انت تفكها وتركبها بنفسك، لازم بواسطة متخصص. تمام، السلاح شيك جدا وقوي جدا. لو احتجتوا مننا اي حاجة او عندكم اي استفسار تقدروا تكلمونا على رقم التليفون او على الواتساب او على رسائل البيج، احنا تحت امركم في اي وقت. ويا ريت تدعمونا بشير ولايك عشان الحاجات بتاعتكم دي بتفرق معانا جدا، وشكرا ليكم.